من تأول قوله تعالى خاتم النبيين قوله قول من تأول قوله قول الله تعالى خاتم النبيين بأي فضلهم وليس آخرهم ويقول أن بعده عليه الصلاة والسلام يوجد أنبياء هل هو كافر؟ نعم هذا ملحد وكافر اللي يجحد ختم النبوة ويقول يأتي بعد الرسول نبي هذا كافر لأنه مكذب لله الله جل وعلا يقول خاتم النبيين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين فهو كافر مرتد عن دين الإسلام نعم